الطريق الشاق الذي شقته الجزائر من 1962 والوضع الذي كان سائدا في ذلك الوقت، ونلاحظ اليوم أن مرافق الدولة تسير، قد يرى فيها البعض أنها لا تسير بما كما يجب، ولكن عليهم أن ينظروا إلى الشوط الطويل الذي قطعته الجزائر لتصل إلى ما وصلت إليه. فإن هذه المناسبة، وستلاحظون هذا في المعرض وكل المراحل التي مر عليها الشعب الجزائري، ستلاحظون بأن المسيرة لم تكن سهلة، ولكن ذلك كان بفضل التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري. المعرض هو هدفه ومقصده هو أننا نعرف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق هذا الشعب الأبي، وأيضا نعرف بماذا مقاومة هذا الشعب والبطولات والرجال العظام الذين قادوا هذه المعارك وكانوا خير مثال للأمم، حتى أصبحت هذه المقاومة يضرب بها المثل في كل مكان وفي كل زمان.